ناقش الأساقف الكاثوليك مسيرة السينودوس وخدمة التعليم المسيحي والمبادئ التوجيهية المسكونية الرعاوية. كان هذا هو موضوع البيان الذي أصدرته بطريركية القدس للاتين. في 5 و 6 من شهر تشرين الأول لعام 2021 التقى رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة في فندق الكازانوفا للحجاج في الناصرة لعقد اجتماعهم السنوي. تم اختيار الموقع في ضوء الاحتفال بالسنة المكرسة للقديس يوسف والعائلة. في يوم الثلاثاء 6 من تشرين الأول شارك جميع الكهنة في الصلاة مع المؤمنين شاكرين الرب من أجل وحدة العائلات وسعادتها، ضارعين إلى الله من أجل العائلات المنقسمة والتي تواجه صعوبات. أقيم القداس الإلهي صباح يوم الأربعاء في مغارة البشارة، ورحب بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا باسم الحاضرين بالسفير البابوي والقاصد الرسول الجديد المونسنيور أدولفو تيتو إيلانا وبالأعضاء الجدد وبجميع الحاضرين. نص البيان الصحفي على ما يلي: صوت الأساقف الكاثوليك بالإجماع على نص المبادئ التوجيهية للرعاية الرعوية المسكونية، وسيقوم كل أسقف بتقديمه إلى الكليروس وإلى الأشخاص المنخرطين في الخدمة الرعوية، موضحا لهم الروح التي تم بها إعداد هذا المرسوم. بالنسبة للكنيسة السينودوسية، الشركة والمشاركة والرسالة هي موضوع سينودوس الأساقف القادم الذي بدأ في روما في 9 و10 من شهر تشرين الأول وسيختتم في روما في شهر تشرين الأول عام 2023 بعد أن يجتاز المراحل الأبرشية والوطنية والقارية. وعهد الأساقفة للأب ديفيد نويهاوس مهمة المتحدث الرسمي باسم المجلس وتنظيم العمل، وأن يكون مرجعاً للأشخاص الذين سيتم اختيارهم لتنفيذ المهمة الميسرين في مختلف البلدان، فلسطين وإسرائيل والأردن وقبرص وفي مختلف الدوائر الكنسية. أعاد الأساقفة تأكيد رغبتهم في السير والعمل معاً، وتم تحديد موعد افتتاح المسيرة السينودوسية في 30 من تشرين الأول في مزار العذراء سلطانة فلسطين لمنطقتي إسرائيل وفلسطين.